السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين سكينز كوك هاوس. اليوم جيت لكم بوصفة جديدة وفيديو جديد. غادي نقدم لكم سباغيتي او فروي دو مير كتجي غزالة، خاصكم ضروري تجربوها. بالنسبة للمقادير كنحتاجو لي بات، نتوما غادي ديروا على حسب الافراد العائلة ديالكم. كنحتاجو بوزروك، شوية ديال بوزروك. انا هاد المقادير اللي عندي ديال شخصين. كناخدو الكالامار مع شويه ديال الحوت الابيض. انا استعملت البيتونكل لانه تيجي زويون في لي بات وتيطلق النسمه ديالو. عندي هنايا الكروفيت حتى هو اللي نقيته، حيت لي القشره ديالو. نتوما الا بغيتو تخليوها يمكن لكم تخليوها، غير غسلوه مزيان. عندي هنايا جهد جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس، وجوج فصوص ديال الثومه اللي حكيتهم، وعندي جوج ديال مطيشه اللي حيت ليها القشره وقطعتها مربعات صغيره. عندي جوج معالق كبار ديال الطماطم المركزه، وهنا عندي جوج مزيودات ديال الحار. نتوما الا بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش ديروهم يعني كيبقى الاختيار ديالكم. وغادي نحتاجو ورقة سيدنا موسى، انا غادي نستعمل هنايا جوج. نتوما الا بغيتو تستعملو غير وحدة يمكن لكم، ولا بغيتو تستعملو اكثر هذاك تيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. بالنسبه للعطريه غنحتاجو الملح، وغادي نحتاجو الابزار والتحميره، وغادي نحتاجو سكينجبير، وغادي نحتاجو الكمون. خليكم معايا باش نوريكم طريقة التحضير. غادي نوضعو زيت الزيتون في المقلاة. الكمية اللي درت 3 المعالق كبار، ومن الأحسن ديرو زيت الزيتون، ما ديروش زيت المائدة. غادي نزيد عليه هدوك جوج فصوص الثوم اللي حكيتهم من قبل. ومن بعد غادي نخليو الثومه تطلق النسمه ديالها في الزيت اللي عندنا، مره نبقاو نحركو، وما نخليوهاش، من الافضل ما نخليوهاش بزاف باش ما تحرقش لينا. نخليوها غير واحد شويه حتى تطلق النسمه ديالها في هذاك الزيت. صافي، من بعد غادي نزيدو الطماطم ديالنا اللي حيدنا لها القشره، ونستمروا في التحريك حتى تجانس العناصر مع بعض. وفي هذا الاثناء غادي نضيفو معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. غادي نحركو واحد شويه حتى يتجانسوا العناصر مع بعض، ومن بعد غادي نخليو مطيشه شويه تنزل وتطلق لينا هذيك الميه ديالها. من بعد غادي نضيفو التوابل. ها نتوما كيف ما كتشوفوا نزلت لينا شويه مطيشه، دونك في الاثناء غادي نزيدو التوابل. غادي نضيف الملح، والملح حسب الذوق ديال كل واحد فيكم. غادي نضيف الابزار نصف معلقة، غادي نزيد نصف معلقة ديال التحميرة، ونضيف راس معلقة ديال سكينجبير، وغادي نضيف نصف معلقة ديال الكمون. وبالنسبه للتوابل ديما نتوما عينكم ميزانكم، يعني على حسب الكونتيتي اللي عندكم غادي تعرفوا شحال غادي ديروا ديال العطريه. دونك هنايا غادي نحرك مزيان باش العناصر تجانس مع بعض. دونك غادي نخلي الطماطم ديالي تشحر مع التوابل،
وفي نفس الوقت انا دايره لي بات في الماء كتسلق، درت معها شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت المائده. دونك في هذا الاثناء غدا نخلي لاصوص ديالي تعقد، دونك ها نتوما كيف ما كتشوفوا ولات فريمون عاقده وكاع العناصر تجانسوا مع بعض. دونك دابا غدا نزيد ورقه سيدنا موسى وغدا نحرك شي شويه باش حتى هي تطلق النسمه ديالها. في هذا الاثناء غادي نبدا نضيف الحوت اللي عندنا، غادي نضيف الكروفيت وغادي نضيف عليه الكالامار والبيتونكل وغادي نضيف بوزروك. صافي غادي نحرك باش لاصوص تدخل في الحوت اللي عندنا. غادي نستمر في التحريك حتى تجانس العناصر مع بعض ولاصوص ديال الطماطم تدخل مزيان في الحوت. هنا غادي نقفل وغادي نخلي فواكه البحر يطيبوا في لاصوص طوماط. بالنسبه لهاد لي زيرب ايطاليانو انا كنضيفهم في لي بات ديالي لانهم كيعطيو واحد النسمه زوينه. دونك انا هنايا استعملت لي زيرب ايطاليانو، نتوما استعملوا اللي عندكم الا كان عندكم لي زيرب دو بروفانس ولا لي زيرب فين. شوفوا نتوما اللي متوفر عندكم في المنزل استعملوه، وتقدروا كاع ديروا غير الزعتر راه تيطلق حتى هو نسمه زوينه في لي بات وكيجي معاهم مزيان. دونك في هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا كاع العناصر تجانسات مع بعض والحوت طلق لينا الميه ديالو في لاصوص طوماط. ودابا في هذا الاثناء غدا نزيد الحار. قبيله وريتكم جوج ولكن انا ضفت في الاخير غير واحد حيت كنبغي غير النسمه شويه ديال الحار، يعني مثلا ما تنفضلش ان يكون لي بات حارين بزاف. دابا غدا نزيد مركز طماطم. دونك هاد مركز الطماطم ضروري خاصكم ديروه لانه هو اللي تيعقد لينا المريقه وتزيد لينا في اللون ديالها. دونك دابا غادي نحاول نذوب المركز الطماطم في لاصوص طوماط اللي عندنا وغادي نحرك مزيان حتى تجانس العناصر مع بعض. صافي دابا غدا نقفل على على المقلاه وغدا نخلي الكل يتجانس مع بعض ونخلي المريقه تعقد. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا المريقه ولات عاقده وزوينه. دونك كمرحله اخيره غادي نبدا نضيف لي بات ديالي اللي ما سلقتهمش زعما 100%، خليتهم شويه ما طايبينش باش يزيدوا الطياب مع لاصوص طوماط. دونك غادي نبدا نضيف تدريجي بشويه. دونك انا استعملت الكميه كامله اللي عندي ديال لي بات اللي سلقتها. غادي نستمر في التحريك وندخل لاصوص طوماط في لي بات.
صافي ملي ضفت لي بات ديالي كاملين غادي نزيد واحد 3 المعالق كبار حتى 4 المعالق كبار ديال الماء اللي سلقت فيه لي بات. غادي نزيدهم في الاخير غير باش نقلل على العافيه ونخلي لي بات ديالي تكمل طياب في لاصوص وهذيك الميه ديال لي بات. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. كمرحلة أخيرة غادي نديرو القزبر والمعدنوس. دونك أنا خليت هاد شوية وضفتو حتى الأخير لأنه كيعطي نسمة زوينة في الأخر، وملي كناكلو لي بات كنحسو بالطعم ديال القزبر والمعدنوس. صافي غادي نبدا نحرك وفي الأخير غادي نقفل على المقلاة ونخلي الكل يتجانس مع بعض ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. فوالا هذا هو الشكل النهائي بصحة وراحة. كنتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وسورتو كنتمنى أنكم تجربوها لأنها فريمون غادا تعجبكم وما غاديش تندموا حيت تجربتوها. وبهذه المناسبة بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم في الفيديو الأول، وسورتو على التشجيعات ديالكم وثقتكم فيا. واخا كمبتدئه قلتوا لا غادا دير شي حاجه زوينه. دونك كنشكركم بزاف، كنشكر الناس اللي تنعرف واللي ما تنعرفش، وان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وكيف ما قلت لكم جربوا الوصفه ما غاديش تندموا، غادا تعجبكم ان شاء الله. دونك نخليكم على خير ونلقاكم في فيديو جديد وتكونوا في احسن الاحوال. الى اللقاء.